عقد الشاب خالد مؤتمر صحفي علشان يعلن فيه عن احدث اعماله الفنيه، وهو كليب واحده بواحده من الحان موسيقار طلال ومن اخراج المخرج الكويتي يعقوب المهنا، وده بحضور عدد كبير جدا من اهل الفن في مصر والعالم العربي. وتعرض خلال المؤتمر الصحفي معرض خاص بيتضمن اعمال الموسيقار طلال وتعاوناته الكبيره والناجحه مع كبار فنيين الخليج والوطن العربي، وتضمن كمان عدد من الاعمال اللي هيتم الاعلان عنها لاول مره. كليب واحده بواحده اتنفذ بشكل كبير جدا بالتقنيات الحديثه في التصوير والاخراج، واللي اتصور في اكتر من دوله. الشاب خالد اعلن عن عدد من المفاجآت الثانيه وباقي تفاصيل اغنيات البوم واحده بواحده. المؤتمر الصحفي حضروا عدد كبير من المشاركين في الالبوم، وكمان عدد كبير من الفنانين ومخرج الكليب الكويتي يعقوب المهنا، واللي قام كمان بالاشراف الكامل على مؤتمر الصحفي. الشاب خالد شارك في حفل الموسم 21 من فعاليات القريه العالميه في دوله الامارات العربيه المتحده، واحيا حفل غنائي قدم من خلاله مجموعه كبيره من اشهر اغانيه.